دايما ببقى سعيده جدا اما بتكون معانا شخصيه مصريه فوق العاده، وخصوصا لما تكون امراه متميزه جدا في مجال بجد دقيق جدا زي مجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وبتتكلم في الثوره الصناعيه الرابعه، وهي يعني نابغه نابغه وبروفيسور بجد في هذا المجال. طبعا تاني بروفيسور الاستاذه الدكتوره غاده محمد عامر، عميد كليه هندسه وزميل محاضر بكليه الدفاع باكاديميه ناصر العليا، وتم اختيارها من ضمن افضل 100 شخصيه عربيه مميزه وعضو رسمي في مؤسسه عمداء الهندسه على مستوى العالم في الامم المتحده. ايه الجمال ده؟ ربنا منوره يحفظك، سيدتي. ربنا يخليك. اللقاء ده بقى لنا كتير عمالين نرتب صحيح فيه واخيرا حصل، يعني صحيح، ده شرف ليا، ربنا شرف يحفظك. لينا يا دكتور، شرف لينا بجد. اولا احنا شفنا تقرير كنا عن الذكاء الاصطناعي، وقلت لازم كل تقاريرك تبقى كده، يعني كلها عن هذا المجال المهم جدا. حضرتك مشوار ده مهم قوي، وكيف فكرتي فيه؟ لان انك تكوني نابغه في هذا المشوار اكيد كان فيه خطه وكان فيه تصور ورؤيه لحياتك. هو دي فعلا حقيقه، يعني هو ده فضل اسره كانت دائما داعمه ليا من وانا صغيره. انا دائما مقتنعه ما حدش بينجح لوحده، مستحيل، لازم وراه ناس كتيره جدا بتساعده. أيوة. واي حد بشوفه ناجح يعني حتى بقول له دايما اكيد وراك ناس كتيره جدا بتساعدك، ودي حقيقه. فانا من وانا صغيره تقريبا كنت شقيه جدا، فكانت الوالده دائما بتوجهني في اتجاه الحاجات اللي فيها حاجات للشقاوه، يعني عارفه حاجات لعبه شطرنج، سباحه، حاجات التكنولوجيا، كنت بحب جدا المكعبات، فهي لاحظت ده فيا، فكانت دايما ما بتمنعنيش من اي حاجه، ففعلا خليتني اتوجه صح. حتى لما كنت اكلمها كلام اقول لها انا نفسي اعمل عماره على شكل سمكه، كانت بتقعد تسمع. طب هتنفذيها ازاي؟ طب هتعملي ايه؟ عمرها ما قالت لي ده كلام فارغ ولا انها يعني اهملت الكلام. طبعا كمان الوالد، فانا بعتقد البدايه بدات عندي منذ الصغر مع اسره داعمه جدا، مع اسره بتقول لي ان انت مش اسمها بنت وانت ولد، اللي انت عايزاه اعمليه طالما انت حاطه حد لربنا، فده خلاني انطلقت. ضيف على كده كمان ان ربنا كرمني طبعا ان انت يكون جنبك ناس دائما، لما يلاقوكي مجتهده وبتجتهدي مره واثنين وثلاثه بيبداوا يساعدوك كتير، يعني حتى اللي كان بيقاومك بتلاقيه بيبدا ايه يحس ان انت بتقدمي شيء مفيد، فبيبدا يصطف الى صفك. شاطره، فبيقول الله طب ما ادعمها، بالظبط تثبتي نفسك كل فتره. دي حقيقه، بالزبط. دي حقيقه. أيوه. فانا اعتقادي الموضوع جاء من منذ الصغر، انا أيوه. بحب جدا المجال ده، واي بنت على فكره انا بحس ان هي اكتر اميل انها تفكر بطريقه مختلفه. البنات طبيعه مخهم، حتى ده بحث علمي بيقال ايوه ان احنا مخنا مرتب بطريقه غريبه جدا، يعني صح. انت ممكن تكوني انا اسفه بتطبخي وبتفكري في حاجه في الشغل صح. وبتفكري في الاسره وتلاقي كله طلع كويس ومظبوط، لان احنا طبيعه مخنا كده، يعني احنا عندنا قدرات اكتر شويه من الجانب الذكوري. ايوه، يعني الست فعلا ممكن تعمل كذا حاجه في نفس الوقت، لكن الراجل ما يركزش غير في حاجه واحده بس، بالظبط. وده فعلا دراسه وتم اثباتها، يعني احنا مش بنقول كده، يعني احنا بنستعرض، بس هي دي الحقيقه والتركيبه البشريه. صحيحه، يعني دي حقيقه. حضرتك استغليتي الابتكار والابداع وتنميه الخيال من الطفوله في التربيه، والدعم بعد كده اما كبرتي في دراستك، ده اللي خلاكي تختاري هندسه وهذا المجال المهم جدا. هو انا دايما بقول لا، هو انا اخترت، بصي يعني انا كنت بحب جدا مجال الهندسه من وانا صغيره، يعني يمكن عشان الوالد دكتور مهندس والوالده اصلا خريجه رياضه وفيزياء بحته، فيزياء ورياضه بحته، لكن انا كمان كنت حابه دايما، كنت بكتب في كتبي دكتوره مهندسه غدا من وانا صغيره جدا، ما شاء الله. وحتى كنت اقعد اقول لزمايلي الكلام ده، كانوا يقعدوا هتبقي مهندسه، لان انا شقيه فمش جاي معايا ان انت تبقي مهندسه بالشقاوه اللي انت فيها دي، فده كان طموحي. الشقاوه دي ذكاء. انا كنت شقيه جدا بصراحه، ودايما بقول الناس كده، هو الانسان الشقي يعني اللي بيبقى عنده دايما اكتيفيتي عاليه دليل انه عنده طاقه زياده. فهي الفكره ان ده اتوجهت ليها، لكن دخولي كمان مجال الهندسه وده زود عندي ان احنا اتولدنا في اسره فيها بنتين بس، وكانوا دائما يقولوا ان في حاجات للولد والبنت، فكان من ضمن الكلام اللي بسمعه ان الهندسه دي من الولاد مش البنات، ان البنت تهتم بنفسها لكن ما تهتمش بعقلها، فانا حبيت اثبت العكس. أيوة. وقلت للوالد كده، قلت له يا دكتور يا بابا انا هعمل حاجه تخلد اسمك مدى الحياه، عشان الولد بيخلد اسم والده، فانا هخلد اسمك بهذا المجال. الله. فدخلت بقى اضافه ان انا بحب المجال ده، لان انا بحب اكتر الحاجات اللي فيها فك وربط، فيها خيال علمي. انا في البيت قعدت فتره مصره ان انا اصلح الحاجه اللي في الشقه، أيوة. ودي كانت بتعمل مشاكل، بس مش مشكله، ما حدش يخش وانا موجوده، لا سباك انا كنت فاكره ولا اللي بيعمل كهربائي. كده المهندسين الرجاله بس، عشان انا بابايا الله يرحمه مهندس كان بيعمل كده، مفيش اي حد بيخش يصلح هو، فانت كمان فيكي ده، هو عايش في الجينات، ايوه جينات ده المهندسين عايش. بقى. فكان ده حتى الاولاد عندي يا ماما كفايه، لا انا ابدا ما فيش سباك انا هصلحه لا والله، استحمله. وتعافري وتخشي ايوه، وتصلحي، برافو عليكي، وعندي وكنت الادوات، بتعملي فعلا وتصلحي الحاجه، ايوه عندك الحمد، العده طبعا. عندي العده ده اساسي. ف ايوه على فكره حتى وانا طالبه في الجامعه كنت بحب جدا المجال ده، يعني انا بحس ان ده فيه ابداع يعني. وبعدين انت زمان الناس بتقول كده انه السيده لما بتفكر بطريقه مختلفه بتنجح، صح.
وانا بقول الست الناس بتحبطها للاسف بتبقى قنبله موقوته، لان هي بطبيعه الحال ذكيه. أيوة. فلو انت ما استغلتش الذكاء ده هتبقى قنبله موقوته في البيت، دي حقيقه. فانت سيبها تنطلق وتعيش، لان هي كل ما كانت ست مبدعه كل ما كانت بعدت عن المشاكل وركزت انها تعمل استثمار في نفسها وفي الاسره. الابداع مش بيقف عند بس انا خدت خلاص شهادتي وانا مهندسه، ولكن حضرتك بتتجبري وبتخشي بتاخدي الدكتوراه، وحضرتك بعد كده بيتم اختيارك من افضل 100 شخصيه عربيه وعضو مؤسس عضو رسمي بمؤسسه عمداء الهندسه في الامم المتحده. يعني دي حاجات مش سهله ان احنا نصل اليها، ما شاء الله ما شاء الله. يعني حضرتك وصلتي لهذه المكانه ازاي؟ ايه اللي ساعدك؟ ازاي وصلتي لده؟ بصي ده سؤال حلو جدا. انت قلتي حاجتين جميل. الحاجه الاولانيه انه الواحد لما بيجي يشتغل وبيفكر ازاي بيوصل للنجاح، انا اصبحت عندي معادله النجاح واضحه جدا. معادله النجاح ان انت تعرفي انت مين. ممكن اكون انا دخلت الهندسه ونجحت فيها زي ما انت اتفضلتي قلتي، وقفت عند درجه علميه واحده وللاسف ما حدش هيفتكرني. يعني عندنا دايما بدي حتى مثال للناس، عندك العالمه الجليله الشهيده سميره موسى واساتذه تانيين كتير. صح. الشهيده البطله سميره موسى فكرت تعمل بحثها لخدمه المجتمع، يعني هي عملت دكتوراه لكن فكرت تعمل بحث لخدمة المجتمع باستخدام علمها، هي ما جملتهوش لأنها استشهدت. لكن فضل اسمها يقال الله يرحمها لحد اللحظة دي، لأنها سابت أثر بفكرة مع علمها لخدمة المجتمع. في علماء كتير جدا وأساتذتنا طبعا عملوا فوق ال 70 80 بحث، وللأسف فضل ما حدش عرفهم وتوفوا، أخذوا الدرجة العلمية لكن ما حدش عرفهم. فهي معادلة النجاح تتلخص في إيه؟ أنت عارف أنت مين؟ أنت بهوايتك إيه؟ التالنت اللي ربنا مدالك، وحاشا الله يكون خلقك بدون تالنت. وجهي التالنت أو الموهبة دي لخدمة المجتمع. معادلة نجاح، هتلاقي الفلوس والمناصب والتعريف الدولي وكل حاجات لك طواعية. لأن لما بتشتغلي على الناس سبحان الله زي ما بيكون بتعملي تعاقد مع ربنا، عارفة أنت بعمل الله حلوة. فتلاقي نفسك جالي كل الخير من حيث لا. ممكن الناس توقف لك حبيبتي حاجة عادي جدا، اللي بيوقف لك ده بيكون مش هو السبب، ربنا بيقول لك خلي بالك مش ده الدايركشن، احنا رايحين دايركشن تاني. فتلاقي أنت قايسة حياتك جيم بقى، احنا دخلنا المرحلة دي اتقفلت هنروح المرحلة التانية، فتلاقي الموضوع مختلف تماما. فقصة النجاح أنا آسفة، قصة النجاح تبدأ تعرفي أنت مين، وجهي لخدمة المجتمع وسيب بقى ربنا. يعني مفتاح نجاحك خدمة المجتمع، دي حقيقة. ولما اديتي ده بإخلاص لقيتي الحاجات بتيجي والألقاب بتيجي فوق ما ممكن كنت أتخيل. سبحان الله. يعني فعلا الإخلاص في العمل ده شيء مهم جدا. حضرتك برضو نبغى، يعني ما هو يعني في ناس كتير مخلصة بس ما شاء الله، يعني برضو لن نبخس حق النبوخ. يعني مجالات كتيرة ومقالات كتيرة، وحضرتك بتحضري يعني في أماكن محترمة ومهمة وكبيرة جدا، ومن ضمنهم يعني طبعا يعني أكاديمية ناصر العسكرية. أكيد وقوفك قدام الناس بيديكي برضو حاجة، بتكسبي حاجة. كلميني عن تجربة المحاضر. بص، في المحاضر في مجال الهندسة، وفي محاضر في مجال الأمور بقى اللي هي خاصة بالأمن القومي، وهنا مش بتكلم أمن قومي عسكري ودفاعي. الأمن القومي المصري من فترة هو أمن ثقافة، أمن طاقة، أمن هوية. يعني ما أصبحش أمن بس عسكري ودفاعي. فطبعا بصي أنا عايز أقول لك، لحد ما دخلت قبل ما أخش، يعني فضل من ربنا كبير عليا إن أنا ألتحق بكلية الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكرية. كنت درجة أستاذ ساعتها. ولما دخلت كنت فاهمة إن أنا بقى بفهم، أنا أستاذ في الهندسة وشاطرة قوي. بس لما دخلت انصدمت، اكتشفت وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فعلا. يعني منطق أن أنا اللي كانوا بيقولوا لنا وإحنا صغيرين أن العلم في الصغر كان نخش على الحجر، الكلام ده كلام فارغ على فكرة. لا بالعكس، هو ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هتفضلي تتعلمي. فما دخلت الأكاديمية اديتي دايما او اريا تانية في حياتي او مكان تاني في حياتي ان البحث اللي مش موجه لخدمه بلدك او وطنك او شعبك ملوش اي لازمه. فبدات احول كل الكلام ازاي الهندسه تتحول لخدمه المجتمعات كلها. وهنا الاكاديميه ناصر فيها ميزه جميله جدا، احنا ما بنتكلمش على مصر بس، احنا بنتكلم ازاي تخدمي في مجالك، سواء انت هندسه اعلاميه طبيبه صحفيه، تخدمي ازاي المجتمعات كلها، ازاي تثبتي هويه، ازاي تخلي الناس يبقى يفتحوا مجالات مختلفه. فبدات اشتغل في بحوث خاصه بالتكنولوجيا المتقدمه لخدمه مجتمعاتنا، ودي بقى المحاضرات اللي انا بديها في كليه الدفاع الوطني وفي اكاديميه ناصر ومع اماكن اخرى كتيره جدا. طبعا لما بتدي وتشوفي الناس بدات ترحب بهذه الفكره، وميزه القطاعات دي ان فيها التنفيذ مباشر، يعني لما بيقتنعوا بالفكره خلاص بقى بدات الموضوع يمشي، وهيسيبك تشتغلي بس لازم تطلعي نتيجه. النتيجه سلبي او ايجابي، يعني ممكن انا امشي ببحث معين وتطلع النتيجه مش صح، وده صحيح، ده يعني ده بحث علمي صحيح. فده اللي اداني فرصه ان انا انطلق طبعا في الاكاديميه جدا، وبدا ينعكس عليا في مجال الهندسه ان انا بدات اكلم الطلبه. البحث الهندسي اللي ملوش خدمه مجتمع حقيقي ويحل لنا مشاكلنا في مصر او مشاكل العالم العربي بلاش نشتغل، ملوش لازمه. احنا لازم نوجه كل دوت. ولو انت عايز تبقى مستشار او تجي لك حاجه كويسه، ركز ان انت تخدم باللي انت بتعمله بعلمك. بعلمك يعني خلي علمك علم نافع، ما تحطش العلم في شيء لن يفيد. دي حقيقه. يعني يعني وظف العلم ده. حضرتك ليكي مقالات كثيره جدا في فكره الذكاء الاصطناعي وفكره الروبوت
الروبوت وفكره ان في الثوره الصناعيه الرابعه في مهن هتنقرض. وكان لينا لقاء قبل كده في المصريه من خلال برنامج سابق صوت مصر، فقلت لي ان في مهن هتنقرض خالص، وساعتها حتى قلنا طب ومهن المذيع طمنتيني شويه، بس يعني الحمد لله لسه موجودين. يعني لو هنعمل تثقيف بشكل لطيف من خلال سيدتي لهذا الامر للمشاهدين، تقول لهم ايه؟ بصي هقول حاجتين. العصر القديم دوت كانت الشهادات مهمه جدا، عشان كده انا بقول للناس في العصر اللي احنا فيه الثوره الصناعيه الرابعه والتقدم اللي بيحصل دلوقتي، الجهل انا اسفه خيار والفقر خيار. يعني انت ممكن تعملي بزنس وانت قاعده في بيتكم وتثبتي هويه وثقافه وتبعتي رساله تفضل لك مدى الحياه. يعني البنك الدولي بيقول لك 2025 90% من العالم متوصل بالانترنت، يعني انا اكون قاعده في عزبه في اخر الدنيا اتواصل مع 5 مليار نسمه اوصل لهم رسالتي ومنتجي وفكري واسيب عداد خير شاغل لي. فالفكره انه ازاي تتعلمي ده. التكنولوجيا ليست حكر على حد خالص، الناس فاهمه انها هندسه خالص. التكنولوجيا لو انت بتعرفي تستخدمي السوشيال ميديا وتعملي سيرش على منتج ولا على حاجه بتشتريها، يبقى انت عندك قدره على تطوير المجال دوت. في وظائف هتنقرض كتير، منها استاذ الجامعه التقليدي، يعني انا لو مصره ادي المحاضره للطلبه جوه قاعه وقافله على نفسي، الطالب بتاعي يروح في الميتافيرس يقابل افضل دكتور في العالم ويقابله. عايزين نتكلم على الميتافيرس. اوكي تمام. احنا في تقرير اعتقد برضو معانا، بس ان شاء الله نبقى نتكلم عنه. فكل الوظائف التقليديه هتحل محلها الروبوتات، وده معروف. حتى شركه دوليه بتتكلم في الابحاث الفائقه بتقول لك في حلول 2030 احنا هنفقد 800 مليون وظيفه، خمس القوى البشريه التقليديه هتختفي، بس هيطلع لنا وظائف جديده. انا بقول لاي حد هي فرصه. زمان كنت الناس تقول لك ده في 99% واسطه واحد بس هو اللي بيخش الشركه دي او اي مجال. دلوقتي بقول لك لا، هتبقى 99% الناس الشاطره بجد و1% ممكن يتزق واسطه وهينكشف برضه. فالفكره انا لو شاطره بجد وبشتغل في اي قطاع، دور على المشاكل اللي عندك. لو عندك مشاكل تبقى دي فرصه ذهبيه. ليه بقى؟ لان طالما في مشاكل انا هقدم حل نوعي باستخدام التكنولوجيا في اي قطاع، في الاعلام، في الصحافه، في الهندسه، في الطب. ابدا دور على التكنولوجيا ايه اللي علاقتها بالكلام ده وتقدم بيه، سعادتك هتكون موجود مش بس في مصر، على مستوى العالم كله. انت بتدينا سر الخلطه. ايوه بالظبط، سر خلطه النجاح ان انت تشوف ايه المشكله اللي عندك في مجالك وتفكر في تفكير وحل تكنولوجي. بالظبط. مع الوقت انت اللي هتنجح تتاخد انت بس، وانت بس تتاخد. طب احنا هنشوف تقرير عن فكره التكنولوجيا والميتافيرس والجو الغريب ده اللي احنا بالنسبة لنا عايزين نفهم. طبعا فرصة جميلة ان حضرتك معانا تشرحي لنا بعد التقرير. عالم يتطور بسرعة متزايدة في ظل الثورة الصناعية الرابعة وعصر الذكاء الاصطناعي والإنترنت والعوالم الافتراضية. يرى عدد كبير من التقنيين ومديري الشركات في مختلف أرجاء العالم أننا قريبا سنعيش جميعا ونعمل ونتواصل في سلسلة من العوالم الافتراضية وهي الميتافيرس، ويعملون على تطوير برامج الواقع الافتراضي بحيث يكون الإنسان قادراً على التسوق ومقابلة أصدقائه والعمل عن بعد مع من يريد، بل ويستطيع أيضاً مشاركة المساحات الرقمية التي يملكها ومشاركة الموسيقى والفن، ويتمكن من دمج العناصر الرقمية في عالمه المادي، مما يجعل العالم الرقمي أكثر بكثير مما هو عليه الآن. يبدو الأمر مدهشا، ولكن البعض يتوخى الحذر ويتساءل، هل الأمر يستحق أن نمضي ساعات طويلة ونحن نضع سماعات رأس مرهقة أو أي معدات أخرى قد يحتاجها الميتافيرس، وماذا سيكون تأثير ذلك على الصحة العقلية؟ بين مشجع ومتخوف يطرح الغزو الرقمي أسئلة كثيرة علينا، وذلك من أجل بناء مستقبل قوي ومتوازن في آن واحد تعود فيه الثورة الصناعية الرابعة على الكرة الأرضية كلها.
خفت وفرحت، يعني مش عارفه، يعني الميتافيرس ده بيخوفني ويفرحني في نفس الوقت، مش عارفه اعمل ايه. هي اي تكنولوجيا، بصي اي تكنولوجيا ليها ايجابيات وليها سلبيات حسب ما انت بتستخدميها. فالميتافيرس زي اي تقنيه جديده طلعت، زي حتى العربيه لو انت لا قدر الله سقتيها وانت مش عارفه تعلميها صح، بعد الشر تعملي ايه؟ لا قدر الله تخبطي حد. لكن لو انت متعلماها صح وكده هتوصلي لمكانك وهتحققي التارجت وهتعملي شغل كويس جدا. انا رايي ان الناس خايفه دائما من التكنولوجيا. التكنولوجيا خلي بالك هي جايه جايه، يعني سواء الميتافيرس، الذكاء الاصطناعي، الكريبتو كرنسي، كل الحاجات دي جايه جايه، فما تقومش. الشطاره ان انت تبدا تفكر اعمل بالتقنيه دي وامتلكها دي. وده الدوله المصريه بتعمله على فكره. الدوله المصريه دلوقتي ما عادتش بتستنى التقنيه تيجي، يعني احنا بنبدا نشتغل قبل ما تيجي. ده احنا الميتافيرس دي من فتره بقت معروفه عندنا. وخلي بالك الناس فاهمه تقنيه جديده، تقنيه من سنه 92 في المجتمع العسكري، وفي كتاب بيتكلم عن الكلام ده نصا بالاسم وازاي. بس عشان تبقى في ايد المواطن العادي بقى، في المدني، في القطاع المدني، القطاع المدني هي دي اللي بس زي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي من 1948 واستخدم في الحرب العالميه الثانيه، واحنا سمعنا عنه في الالفينيه، في 2000 و2000 10. فهي الفكره ان التكنولوجيا موجوده. التكنولوجيا الميتافيرس هي تكنولوجيا قديمه في المجتمع العسكري، حديثه في المجتمع المدني. ليها مخاطرها طبعا. ومركز الدراسات الاستراتيجيه الصيني في 1 نوفمبر 21 قال لك التقنيه دي الميتافيرس مع الذكاء الاصطناعي هتمحو الدول من الخريطه. هتشيل دوله من الخريطه. ليه؟ لان هي هتقدر تسيطر على. احنا لازم كلنا نمسك فيك اليومين دول عشان تقعدي تشرحي لنا وتحمينا. بس انت ممكن تستخدميها استخدام جيد زي اعمل بيها ايه بقى؟ اروح اعمل شوبينج وكده؟ لا خالص. احنا بصي موضوع الشوبينج ده بنستخدمه ايجابي ازاي؟ بص انا اقول لك موضوع الشوبينج ده، يعني انت ممكن هيساعدك ان انت تنقي حاجه معينه وتقيسي وفي الميتافيرس وتتفرجي. لكن انا رايي ما تضيعيش وقتك في الدعايه. مش حضرتك يعني بتكلم عن انا فاهمه قصدك. لكن انا رايي دلوقتي في العصر ده انا بقول لك لو تقدري تعملي، شوفي انت مين موهبتك. خلي بالك انت ممكن تبقي اعلاميه او انا ابقى مهندسه، بس دي مش موهبتي، ده الوظيفه. غير المهنه، المهنه دي مرتبطه بالتالنت اللي ربنا خلقها لي. فانت دوري على دي. مثلا تقنيه الميتافيرس طبعا لو جينا اتكلمنا على ايجابياتها هتديكي بعد اخر في حياتك. يعني لو انا مثلا عندي مشاكل في حياتي العاديه، ولو انا عايزه ابيع واشتري ومش قادره اطلع عشان ولادي، لو انا عايزه اعمل مثلا اوصل رساله للعالم كله، ممكن اخش هذه التقنيه وابدا اعمل بيع وشراء واتفرج على العالم واسافر. يعني في شركات تجاري. شخصيتي الحقيقيه؟ لا زي ما انت عايزه، عايزه تخلي شخصيتك او بافاتار. هو ده مش يعني ما فيهوش نوع من انواع الخداع؟ اكيد. او انت على السوشيال ميديا الحديثه دلوقتي مش في ناس بتبعت لك فيك اكونت وتكلمك على انها راجل وهي ست والعكس صحيح؟ ده بيحصل. بصي الخداع هيكون موجود، هيزيد. طب يعني ممكن ابيع حاجه مش عندي؟ لا هو هيبقى فيها ليها قوانين، ليها ريجيليشنز. يعني اكيد مش معقول. لا يعني في البيزنس القوي ليه ريجيليشنز. اخش اشتري بقى لا في ناس بتشتري اراضي وتشتري بيوت على فكره. وهيبقى فيها اشياء اخرى. يعني في شركه طيران اثناء الكورونا استخدمت هذه التقنيه وعملت مبيعات لتذاكر الطيران الفيرتشوال 180% اكتر من الطبيعي. الناس ما كانتش عارفه تسافر بجد فسفرتهم في الميتافيرس. وبعد ما فتح الحظر بدات الناس تسافر للاماكن اللي دخلوها في المواقع الافتراضيه. عايزين يشوفوها بقى. بالظبط كده. فكره حلوه. فانت ممكن تعملي حاجات كتير. بصي بقى الاستغلال الجيد للتكنولوجيا. كل التكنولوجيا على فكره انت ممكن توظفيها لصالحك بس لو عرفتيها صح. يعني السوشيال ميديا العاديه فيها ذكاء اصطناعي بيدرسك كويس قوي، بيدرس انت بتحبي ايه وبتكرهي ايه. افكر في الحاجه دلوقتي الاقي الاعلانات بتاعتها. ايوه عشان كنت الاول اتكلم الاقي الاعلان، دلوقتي افكر الاقيه اتخضيت. الذكاء الاصطناعي الفائق بدا يدرسك كويس جدا. يعني هقول لك حاجه، انا بقول لك انا رايحه فرح، فانا عارفه لو رحت فرح يبقى هروح اشتري فستان واروح للصالون. أيوة. خلاص مجرد ما انت عزمتيني على الفرح وجات لي رساله على الواتساب هيروح مبلغ الفيسبوك، هيبعت لي بقى اماكن اللبس والافراح. خلاص اوتوماتيك من غير ما انا افكر بقى هو بدا يعرف انت هتفكري في ايه. ده بقى الذكاء الاصطناعي. ده الفائق. ده العالي. بعد شركات تواصل يعني مش ناس قاعده تتجسس علينا. لا ده سيستم كمبيوترز عالي جدا يعني واحد يقول قاعد بسماعه بقى يسمعني ولا عادي. لا هيتجسس على مين ولا على مين؟ ده على العالم كله. انما ده الروبوت او الذكاء الاصطناعي مبرمج انه فهم ان هنا في واحده عايزه فستان سواريه مثلا. تمام. هديها بقى لها. مثلا هقول لحضرتك حاجه. بعض الحاجات على طبعا في شركات اللي هي زي وات ايفر بقى، هي يعني انت بتعملي معاها شات دي. وشركه السوشيال ميديا لو انت كتبتي على شات مثلا انت متخانقه انا اسفه مع جوزك وطلقني، هتخش على السوشيال ميديا يجيب لك ان الست المطلقه مبسوطه ودي احسن، طلقي احسن. يقنعك بالفكره تماما انه درس انت كتبت ايه على على الماسنجر او وات ايفر انت بتتكلمي على اي سيستم. يعني فالفكره انه بيدرسك تماما. ودي بيبقى الامرين. يعني عايزه اقول لكم دكتوره اكاده دلوقتي جاوبت لكم على اللغز اللي محيركم. انا تقريبا اللغز ده محير، انا هحطه لوحده، ده مقطع لوحده على النت. ان احنا ليه لما بنفكر مش بس بنتكلم في الحاجه بنلاقي اعلاناتها. هو درسك تماما، عارف انت بتفكري ازاي، عارف لو انت رحتي المكان ده النهارده بعد الخطوه الثانيه هتروحي فين، لو وقفتي في حته فلانيه عن طريق الجي بي اس عمل لي تحليل نفسي. بالظبط كده. ده وانت من بعيد لبعيد. يعني هنا بقى في السوشيال ميديا الموجوده ده مخيف والله. لسه بقى ممكن ناس مقربين ما يفهمونيش كده. ده هو فين اكتر منهم. الميتافيرس هتلبسي بقى الورابل، الحاجات اللي بتقيس
بقى قلبك، نبضات قلبك، تنفسك، ايه اللي بيخليك تفرحي، ايه اللي بيخليك تخافي. فيبدا يشتغل بقى بناء على دراسه البيومتريك او المؤشرات الحيويه بتاعتك، مش بس من بعيد لبعيد. سؤال، هل ده ممكن يستغل في حروب، في غزو ثقافي، يعني انا شايفه ان ممكن ده بالفعل. يعني هو اصلا فكره الميتافيرس اول حاجه طلعت من وحده عسكريه موجوده في امريكا وكتبت الكلام ده، كتبت انها بتعمل محاوله المستحيل تنفيذ عمليه اغتيال في العالم الافتراضي، وكان كاتبها بحث واحد اسمه نوح فيشرمان. كان كاتب اصلا الميتافيرس كانت معموله عشان كده، عمليه الاغتيال بتتم في العالم الافتراضي. فالفكره انه وارد، لان هو بيدرس كل السيكولوجي بتاعتك، بيدرس كل حاجه انت بتعمليها، يقدر يحرك عضلاتك، يخلي يديكي اوردر عن طريق الحاجات دي، يحرك الموشنز بتاعتك يطلعها. لو لحد يعني انا اسفه بسكينه قدام حضرتك في الميتافيرس هترجعي لورا رغم ان هي مش قدامك، بس هو خلاص قدر يسيطر على كل حواسك فيبعت لك الرساله المفروض. عامله زي العاب الاطفال اللي بنلعبه وبنلبس، لا دي اعلى، بس ده حاجه دي زي فيرتشوال جوه بالظبط كده. مش مجرد انك بتشارك مثلا، بس هي الفكره كده. مره تانية هي كل حاجه بنستخدمها انا اسفه بجهل بتاثر علينا، وكل حاجه بنستخدمها على علم، وده ربنا قاله في اول احنا لسه بنعلم الناس الوعي في استخدام السوشيال ميديا. لا احنا عندنا مرحله السوشيال ميديا دلوقتي، احنا دخلنا في التقنيات الاحدث والاخطر. ايه بقى؟ اللي هي الميتافيرس. وجاي انا بتكلم على العامه الشعب، يعني احنا لسه بنقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه، يشيروا ايه ويقولوا ايه وما يقولوش، فاحنا يعني فجاه دخل علينا الميتافيرس. طب استنوا بس نظبط الواقع قبل ما نظبط الميتافيرس. سرعه تقدم التكنولوجي اعلم اي، عشان كده يلهث العالم، بيلهث بالتكنولوجيا مش احنا بس. عشان كده على فكره يعني فكره مصطلح الثوره الصناعيه الرابعه هو جا منين؟ لان في 2010 في المنتدى الاقتصادي العالمي رئيس المنتدى كلاوس شواب طلع قال التقدم التكنولوجي اصبح اسرع ما نحن نتخيل. صحيح. فبيقول للدول الاقتصاديه انتبهي، ده ممكن واحد تحت بير سلم يعمل لك انقلاب اقتصادي في دولتك، فاحنا لازم ندرسه. فقال انا هقسم الثورات الصناعيه بناء على التقدم التكنولوجي اللي حصل. قسمها من 1700 ليه مش قبل كده؟ لان التكنولوجيا من 1700 بدات تؤثر في اسلوب مسكننا وماكلنا ومشربنا، وبدات تشيل وظائف وتحط وظائف، فبدا الثوره الصناعيه الاولى والثانيه والثالثه، وقال لك لحد دي كانت الانسان من بعيد لبعيد. قال لك الثوره الصناعيه الاولى والثانيه والثالثه غيرت اسلوب سفرنا وتنقلنا وتواصلنا، اما الثوره الصناعيه الرابعة هتغيرنا احنا. قال لك في الثورة الصناعية الرابعة انا مش خايف من البرنتر تقتلني، انا خايف من البرنتر والغسالة يتفقوا عليا. ده السيستم الجديد. يعني انا بعد كده واقعد ابص للبرنتر والغسالة بشكل لا هتبقي قلقانة اوعي تقومي عليا ما تعملي فيا حاجة. لا يا دكتور حبيبي اتكلمي بجد، دي حقيقة، دي التقنيات الجديدة. لا احنا عايزين نعمل حلقات على فكرة، احنا ممكن نعمل سلسلة حلقات على القصص. انا جاهزة يعني، عايزة بجد عندك استعداد؟ ايوه دي ممتعة جدا. هنعمل حلقات ثابتة هنا كل فترة تيجي تعملي ثقافة عن تكنولوجيا معينة بالظبط وازاي استخدامها ايجابيا. يا ريت. والله ده مهم جدا. بجد محتاجين هذا الوعي. على فكرة احنا في أكاديمية ناصر عملنا كده، احنا كنا عندنا ثلاث دورات رئيسية اللي هي الاستراتيجية والأمن والأزمات وصناع قرار. الدورة الجديدة اللي اتعملت دلوقتي اللي هي التكنولوجيا الفائقة، بنعلم الناس بشكل مبسط كل المجتمع أي ما كانت الخلفية بتاعتك. طب ازاي البرنتر والغسالة هيتفقوا عليا؟ بصي عن طريق في حاجة طبعا تقدمت اسمها الأنظمة الذكية. بدأت الأنظمة الذكية دي دلوقتي أصبحت أنت حتى غسالتك مثلا، الغسالة دي عارفة زي ما احنا كنا بنقسم الغسيل الوان ومعرفش انت بتحطي، هي بتاخد القرار لوحدها دلوقتي مع السمارت سيستم. الثلاجه، لو انا جايه النهارده عند دي موجوده على فكره في بعض الدول العربيه. لو انا جايه النهارده الايفنت او الحضره مع حضرتك النهارده، قبل ما انزل بقول لها اهم حاجه في الثلاجه العيش واللبن. فجيت لحضرتك هنا العيش قل او اللبن قل، هتبعت لي رساله على اي مش هرد، هتبعت تجيب لي من اي دليفري جنبي عن طريق كريدت كارد دليفري للحاجه اللي ناقصه من غير ما هي بدات تفكر. دي هتاخد دوري بقى كمان بالظبط، تاخد قرار. دي حقيقه على فكره. وكانت فرنسا كاتبه بحث انه ده ممكن ياثر على النظام الاسري، لانه لما الغساله بتعمل لي بتعرف انا عايزه ايه. ايوه لازمتك ايه هانم في البيت. بالظبط. انا في دوله من دولنا العربيه كنت رايحه مؤتمر المستقبل. فلما جيت حاطين مرايه، المرايه دي احنا كنا بنلف في المعرض وفرحانين، وانا بقيت فرحانه جدا بالتكنولوجيا، وزميلتي اللي معايا كانت تعبانه تعبت من لف قوي. فاول ما وقفنا قدام المرايه راحت المرايه قالت عليها هي انت شخص جعان افتحوا لها الثلاجه. يا عيني. انا لما وقفت قالت لي شخص عالي التركيز اقفلوا الانوار عشان تشغلها موسيقى، يعني هي بتعرف عن طريق بصمه وشك وحركتك. الله قد ايه الحياه تبقى سلسه تفتح لك. بس المشكله ان انت مخترقه لو التكنولوجيا مش بتاعتك. بس هي لو انت بقى دلوقتي زعلانه من حد تقول لك الست دي متضايقه من المكان مثلا. أيوة. فممكن تكشف لك حاجه مش عايزه تقوليها. يعني العربيات السمارت مفيش برايفسي خالص. لا احنا في عصر زيرو برايفسي. العربيه السمارت اللي هي الاوتونوماس فيهيكل لما بتركبيها حضرتك وانت مكشره هتروح داخله لموبايلك مكلمها، هي بتحب اغاني ايه شغلها لها، هتشغلك الاغاني بعد ما تكلم موبايلك. يا سلام على الاهتمام. شفتي والله العظيم الاهتمام دي اثبتت ان الاهتمام ما بيطلبش.
دي تكنولوجيا اثبتت ان الاهتمام بتدلعك، بس بتدلعك ومطلعك اونلاين، فانت قاعده اونلاين 24 ساعه. ده ما فيش خالص اي خصوصيه بيني وبين العربيه وبيني وبين الثلاجه، وعلاقتي بيهم بقت اقوى من البشر. دي حقيقه على فكره، هم يوحدون اكتر من كده ايه؟ عشان كده انا بقول للناس يا جماعه احنا ما فيش حاجه اسمها خصوصيه، ولا بايد دوله معينه تمنع، حتى الدول العظمى بيتم اختراقها. خصوصيه وهم بالظبط كده. فانا هكون حريصه، انا بصراحه شايفه ان هي ميزه، لان اقول لحضرتك حاجه، ياما حصل حوادث الناس فاهمه ان هي على اسلوب الرسائل الداخلي ان هي مستخبيه، وتلاقي الصفحه الرئيسيه ادعيه وكلام ديني محتر، والصفحه الداخليه كارثه. صح. فهو دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك انت اونلاين، يعني اعمل اللي انت عايزه، اي عيل في اعدادي ممكن يجيب كل الرسائل دي، وحتى لو مسحتها انت مسحتها عندك ما بتمسحش. وكانت في خلوا بالكم بقى، خلوا بالكم من الانبوكسات. دي ميزه يعني، انا كنت شايفاها من امن العقاب اساء الادب. صح. فانت استخدم بقى التكنولوجيا بدل ما انت تغلس على الناس او تبتز الناس او تعمل حاجه مفيده. مفيده بالظبط كده. صح. لان ده عداد شغال عليك، واي حد ممكن لحظه يجيب لك كل ملفك، يوقع لك كل السيستم اللي انت عمال تبنيه. وليه احنا اي حد يعمل اي حاجه مش تمام نروح مكلمينك يا دكتور اكتشف لنا الراجل؟ بس على طول خلاص بتقول لنا ده ينزوم على طول. حضرتك ثروه قوميه يعني، ما شاء الله ربنا يحميكي ويحافظ عليكي. انا بقول ان مصر فعلا 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 يعني غنيه بعلمائها. حضرتك شايفه الفتره الجايه المستقبل كوجهه نظرك الخاصه والعامه ايه؟ نعمل ايه؟ بصي انا شايفه احلامك يعني، انا شايفه المستقبل ايه؟ شايفاه مشرق خاصه لبلدنا يعني. انا مش بقول الكلام ده عشان يعني احنا، لا دي حقيقه. انا دلوقتي بشوف بعيني التغير اللي بيحصل. لو احنا شفنا خريطه مصر التكنولوجيه، احنا زمان كنا بنشتغل على التكنولوجيا اللي تجينا. دلوقتي عندنا ترس كبير قوي عاملاه الاستراتيجيه المصريه، ترس كبير قوي لتكنولوجيا الثوره الصناعيه الرابعه، وترس كبير قوي للذكاء الاصطناعي، وترس اكبر للتكنولوجيا البازغه. احنا مش مستنيين بقى تجينا، احنا زمان شايفه مصر بتشتغل على قدم وساق. وحضرتك كنت بتتكلمي من شويه على الجامعات الاهليه، عايز اقول الجامعات الاهليه دي حاجه نقله نوعيه في حياه مصر. ايضا عندنا الجامعات التكنولوجيه دي حاجه مميزه جدا جدا، وكنا بنحتاجها. العصر دوت عاوز العقل المفكر ولاد المفكره، مش بس الشهادات. الدوله المصريه بتعمل تدريبات قويه جدا لكل مواطن، واصبحت موضوع ان انت كمواطنه تتعلمي التكنولوجيا دي مساله امن قومي. حتى لو انت مش قطاعك، الناس فاهمه ده لا خالص. وزاره الاتصالات عامله مبادرات رائعه، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وزاره التربيه والتعليم، كل الوزارات، وزاره التخطيط، كل الوزارات عامله مبادرات وعامله توعيه غير عاديه. بس الناس بقى تبدا تتحرك يعني. انا طبعا في ناس كثيره بتيجي يعني مثلا تحضر دورات وتلاقيها بدات تجتهد، وهنا عايز اقول لك مش هتحلي معاش ابدا، مست التكنولوجيا. انت متجدد، بالعكس انت متجدده بالظبط يعني. كان في حتى بيحكوا قريبا كان في تكريم لحد من دول عربيه، راجل كبير بدا يتعلم البرمجه عنده 70 سنه، كرمته شركه دوليه وهو عنده 85 سنه كانه افضل مبرمج ما شاء الله، وما كانش معاه حتى اعداديه. فدي ميزه. فانا بقول لك انت ما عندكيش اي شماعات تقولي بقى لا اصل صعب اصل انا لا خالص، هو مايند سيتنج وتقعدي، والدوله موفره، والدوله فيها وظائف كتيره. وزي ما شفت سياده الرئيس كان بيتكلم من فتره انه عاوز يطلع ناس يدرسوا بره، وكان جاي مبادره 300,000 شاب وشابه مصريه، وللاسف اللي نجح لانه طبعا كان اسلوب التعليم قديم غير مؤهل للولاد لده. دلوقتي لا، باذن الله دلوقتي لا مش مسموح، التعليم اتغير وحاجات كتير جدا حتى احنا في الجامعات المصريه بدانا نشتغل عليه. فطبعا انا شايفه المستقبل واعد جدا لمصر، ويا رب يتمها بخير بحق جنابي، لانه خلي بالك برضو احنا عندنا مشكله كدول ناميه انه انت برضو مش مسموح لك قوي تبقى عندك. ما انا عارفه بيحاولوا دايما يكبتونا. ايوه لكن احنا دوله قويه زي ما انت قلتي، محفوظه بامر الله وبفضل رجالها الاقوياء. طبعا بتكلم هنا الرجال، كل رجال مصر من السيدات، ما احنا برضو احنا رجاله. أيوة. على فكره. ايوه انا بشكرك جدا بجد يا دكتور، حضرتك نورتي الصالون. للاسف وقتنا خلص، احنا ممكن نقعد سنين وسنين نتكلم مش ايام. انا بشكرك جدا جدا بجد، نورتي هذا الصالون، وربنا يحفظك. فعلا انا مش بكذب حضرتك، فعلا ثروه قوميه. ربنا يحفظك ويحفظ كل علماء مصر، ويا رب دايما ربنا يقدركم دايما، تفضلوا تدوا الوطن، واحنا نتعلم منكم ونفضل نوعي الناس بيكم. شكرا يا دكتور. شكرا. وبشكركم، واتمنى لكم اجازه سعيده وويك اند سعيد. وخلوا بالكم بقى من البرينتر والغساله والثلاجه عشان الموضوع بقى فيه قلق اليومين دول. ايوه باي باي.